السلام عليكم. هواية منكم شاف فيديو رجل المرور اللي طفل على ايده سايق البي ام دبليو جامت السيارة وظل يسحل به بساحة يقال انها في مدينة القرنة في محافظة البصرة، ويمكن اغلبكم التعاطف ويا رجل المرور ونزل جام غضبه على سائق البي ام دبليو المستهتر. هسه بغض النظر عن ملابسات الحادث، بغض النظر عن خلفيات سائق البي ام دبليو من ياجهه ومن المسنود حتى يتجرع على هذا الفعل، بس ترى اللي انسحل مو رجل المرور، اللي انسحلت الدولة، اللي انسحلت هيبتها، اللي انسحل هو القانون والدستور، واللي انسحل مبدأ إنهاء الإفلات من العقاب اللي خلياه كان يجي يمرغ أنف دولة مثل العراق بالتراب وش وقت ما يريد وش وقت ما يعجبه. كانت حرقة اليوم، أما ملفنا لهذه الليلة فهو المبكرة عودة إلى السكة وإلا فتفكيك بالقطار. لا تحتقر الأفعى لأنها بلا قرون، فقد يأتي اليوم الذي تتحول فيه إلى تنين. حكمة صينية قديمة ترهم على الأفعى اللي تلاعبت بصناديق الانتخابات عام 2018 وقلبتها على بطانة، لكن تم تجاهل خطرها وأدت للي شفتوه بتشرين عام 2019. هالمرة الأفعى نفسها ممكن تتحول إلى تنين بيوم 10/10 وتحرق الأخضر واليابس. لهذا تحركت الأمم المتحدة ومجلس الأمن بناء على طلب من الخارجية العراقية في شباط 2021 وصدر القرار المهم رقم 2576 بيوم 27 آيار 2021. شنو القصة وليش هالتخوف؟ الموضوع يعود للانتخابات الماضية اللي شهدت تلاعب غير مسبوق بالنتائج، وهذا التلاعب الكل كان يعرف به وغلس عليه، بما في ذلك المجتمع الدولي اللي تحول إلى شاهد زور بذيك الفترة. طبعاً ما نقصد شراء البطاقات أو التلاعب بأصوات النازحين أو حرق صناديق الاقتراع، هاي بالريش قياساً لما جرى والناس ما تدري به، والمقصود هو عملية اختراق الوسط الناقل، يعني تهكير المحطات المرتبطة بالقمر الصناعي. بوقتها اكو جماعات جابوا أجهزة نقل معلومات، هي نفس الأجهزة الموجودة بالمحطات المعتمدة من قبل المفوضية والمرتبطة بالقمر الصناعي، صارت عمليات تهكير وقاموا يغذون أجهزة جمع البيانات بمعلومات مخالفة للي موجودة بالصناديق، وبهالشكل النتائج تغيرت وأنتجت لنا حكومة مشوهة زادت من نقمة الناس، وبالتالي صار التلاعب أرضية لما جرى في تشرين 2019. طيب بهاي الانتخابات شنو اللي صار؟ اللي صار إنه المخاوف صارت أعظم، ويبدو إنه المجتمع الدولي ما ناوي يصير شاهد زور مرة أخرى مثل ما صار بكارثة 2018، لا ولا ربما ناوي على أمر أخطر، وهذا ما يؤشر إليه قرار غير المسبوق اللي اتخذ بناء على رسالة من وزير الخارجية العراقي. وهنا علينا الانتباه لفقرتين بالقرار غاية بالخطورة. الأولى توفير فريق أممي معزز بموظفين إضافيين لمراقبة الانتخابات وبأوسع تغطية جغرافية ممكنة، والفقرة الثانية أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقرير مفصل لمجلس الأمن عن سير الانتخابات خلال مدة ما تتجاوز شهر بعد موعد الاقتراع، والتقرير هذا يكون مبني على تقرير يقدمه فريق المراقبة. يعني إذا صار تلاعب فغير مستبعد
أن يرفع فريق المراقبين تقرير يقول به أن الانتخابات بها هواي خروقات ونتائجها مو صادقة وما تمثل إرادة الناخبين، وتصير الكرة ملعب مجلس الأمن اللي قد يوصي بإلغاء نتائج الانتخابات ورفع الشرعية عن النظام السياسي. هذا وارد تماماً إذا تكرر ربع اللي صار ب 2018. المعنى أنه بالعراق أكو نظام سياسي تأسس بعد 2003 وبإشراف دولي، وبحال الانتخابات فشلت فمعناها النظام السياسي كله فشل ويجب حينئذ إعادة النظر به دولياً. نعم أيها السادة، الخطر كبير ومو من فراغ. المالكي حذر قبل يومين من التلاعب بالنتائج اللي ممكن يودينا لاقتتال أهلي وفوضى. صحيح المفوضية اتخذ التدابير للحد من هاي المخاطر، وصحيح قانون الانتخابات نفسه خلوا به هيك احتمالات ووضعوا لها معالجات جيدة نوعا ما، بس كل هذا مو كافي، ومن المرجح ان القوى السياسية تعيد الكرة وتحاول تتلاعب بالنتائج لأنها أمام معركة مصير ووجود. وبالنتيجة قرار مجلس الأمن بمراقبة الانتخابات بالطريقة اللي أعلنها يبدو كعصا تهديد للأفعى اللي تريد تتحول إلى تنين. يريدون يقولون للقوى السياسية العراقية، لا بل للنظام السياسي كله، إياكم واللعب بالنار، لأن التنين ممكن ياكل نظامكم السياسي كله، ولربما يقود العراق للوصاية الدولية. لا، وأكو احتمال أخطر، وأن المجتمع الدولي مخلي بباله إمكانية تقويض النظام السياسي بالعراق وفرض الوصاية الدولية عليه حتى وإن جرت الانتخابات لمستوى مقبول من النزاهة والشفافية. لكن الغريب أنه معظم القوى السياسية الفاعلة غير منتبهة لهذه الرسالة إطلاقاً. فيا عم انتبهوا ودفعوها بقصبة قبل الأفعى مالتكم تتحول إلى تنين ياكلكم وياكلنا وياكم. هسا ياكلكم ألف عافية، يراد لها بخت، بس إحنا بيها عليها. أرحب بكم مرة ثانية وأناقش هذا الملف مع الدكتورة منال فنجان، أستاذ القانون الدولي المقارن، كذلك مع الدكتور بشير الحجيمي الناشط المدني، ومن اسطنبول مع الدكتور الناصر دريد الكاتب والباحث في الشأن السياسي العراقي. حياكم الله ضيوفي الكرام. أبدو ياش دكتورة وأقول قرار رائع من مجلس الأمن، تهديد واضح للقوى السياسية استنادا لما جرى في 2018 والسنوات اللي قبلها، وكنا محتاجين هيك تركيز من المجتمع الدولي على الانتخابات وعلى نوايا التزوير بها والتلاعب بها حتى نضمن على الأقل مستوى مقبول من النزاهة بالانتخابات القادمة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك وللضيوف الكرام والمشاهد العزيز اللي شاهد. يعني أولا أن يكون هناك دعوات إلى نزاهة في الانتخابات، يعني هذا شيء جميل أن يكون سواء كان من الداخل، وهو الأولى أن يكون من الداخل العراقي، والاهتمام الدولي يعني أنه أن تكون هناك نزاهة وشفافية، نحن نعتبره يعني من حيث الاهتمام مقبول، ولكن من حيث التسيير غير مقبول على الأطلاق، يعني غير مقبول على الأطلاق. يعني لا سيما بأن هذا الذي يحصل في العراق هو نتيجة قرارات مجلس الأمن ذاتها، ما حصل في العراق، وطبيعي في المراحل الانتقالية وما بعد الانتقالية تحدث مثل هذه الحالات، وهذا هم كذلك مشهود في كثير من هذه الدول. ثلاثة، بأن وجدنا أنه الواقع الدولي يتعامل بازدواجية، يعني مثلا وين الديمقراطية لما رجعت بعد 20 سنة أفغانستان لطالبان؟ وين الانتخابات وين النزاهة بيها؟ شو ما حد تكلم بالوقت الحالي. ناهيك عن أنه لماذا الشرعية الانتخابية في مصر أبان محمد مرسي الذي انتخبه أكثر من 14 مليون مصري بانقلاب عسكري بمباركة أمريكية؟ يعني تقول لهم عفونا وحدنا خلنا نشتغل بيئتنا
هذا الطبيعي. خلينا وش نريد نسوي؟ خلينا نسوي نزور ونزور. لا لا، مو بهالطريقه. شنو؟ مو بهالطريقه. مجتمع دولي يشرف ويراقب كثير من انتخابات بالعالم. اسمح لي، يشرف ويراقب بناء على طلب، مو يشرف. يراقب الرقابه شيء والاشراف شيء اخر تماما. الاشراف هي عمليه تحكم بالانتخابات، سواء كان على مستوى اللوجستي، الالياتي يعني التنظيمي وغيرها من الامور. المراقبة لا، انه انا اسمح لك تجي تشوف، باعتبار انه هناك اني ارد اسمح، انا ارد اعلن نموذجي الجميل امام الاخرين، انه اسمح لمراقبين يجون. طبعا هذه حصلت مو فقط في هذه الدولة، حصلت في الانتخابات السابقة. ولكن ان يكون صراحة الملفت في هذه الحالة بالذات، بالحالة العراقية، انا من الاوائل الذين رفضوا هذا الموضوع، باعتبارنا يعني في القانون الدولي يعني. اولا ان يكون هناك طلب الى مجلس الامن، هذه جواها 100 خط احمر. مجلس الأمن كما هو معلوم في ميثاق الأمم المتحدة هو المعني بالحفظ على السلم والأمن الدوليين، وعنده أكو إجراءات اثنين. ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنيف بلاسخارت، نعم، من زمان صار لهنا تشعر بالقلق وجاي تباوع تشوف أكو نوايا وضع البلد خطر. مطالب التشرين كانت انتخابات مبكرة، كون تطلع البلد من الأزمة اللي هو بيه، فتشافت أكو نوايا لا، لأنه يعني استغلال هاي الانتخابات من أجل عودة نفس الوجوه. إجت اقترحت على الحكومة العراقية، يا أبا أنا ما أقدر أتدخل، هذا واحد من أكبر الأخطاء اللي سوى الإعلام إنه ما يخلي تليفونه صامت. كاك خالد الشواني إن شاء الله تسلميك بعد الحلقة. نعم. زين، فاقترحت على الحكومة العراقية، الحكومة العراقية خاطبت مجلس الأمن وقالت هو هذا الخطأ، يعني هذا الخطأ. الحكومة العراقية خطأت خطأ فادحا جسيما ستدفع ثمنه غاليا. مجلس الأمن مو مهمته أولا. اثنين، الطلب إلى الأمين العام مقبول. الطلب إلى الوكالات المتخصصة داخل الأمم المتحدة مقبولة. الطلب إلى مجلس الأمن يعيدك إلى تدابير مجلس الأمن برغبتك. شن هي تدابير مجلس الأمن؟ اثنين، يا اما ضربه عسكريه ومورست على العراق باكثر من مره، زين، يا اما تدابير احترازيه مؤقته، منها عدم الاعتراف بالجواز العراقي، الحصار الاقتصادي، الحظر الجوي، الحظر البحري، وهلم جرى. هاي اجراءات مجلس الامن. فلما انت تطلب هاي اذا كنا بعدنا بالبند السابع وطلعنا، لا ما له علاقه بالبند السابع، عدم لا هذا ما له علاقه. ودليله عندما تراجع القرار، كل القرار بناء على رساله وزير الخارجيه العراقي، بناء على وهكذا. اذا معناته انت من ارتضيت حكم طبعا حكومه مهمتها ان تجري انتخابات، ومهمتها ان تجري انتخابات يعني تشرف على اجراء انتخابات. من منعها؟ لا، منعها تريد قوه تعرف، تريد قوه دوليه، مجتمع دولي يحمي هذه الانتخابات، تخليها بيد الجماعه. الرقابه لا تحمي، الرقابه لا تحمي، ولكنها ستؤثر كثيرا. انت تريد تحمي انتخابات، لو تريد تحمي السلم الاجتماعي، مو من الطبيعي والمنطقي انه احنا نحمي انتخابات اخلي وصايا على العراق وراها راح تصير كوارث وسلم اجتماعي وحرب اهليه. خليني اروح لاسطنبول واقول دكتور الناصر، شلون قريت هذا القرار وطلب الحكومه العراقيه من مجلس الامن بشكل مباشر، وشلون تشوف نيه القوى السياسيه العراقيه؟ هل عندها النيه انه تكرر تجربه 2018 وتودينا الى ما اشارت الى دكتوره منال؟ نعم، تحياتي لك أستاذنا العزيز، وتحياتي للمشاهدين الكرام وجميع اللي يتابع البرنامج. أنا بس أحب أقول لك أنا من جيلي يتذكر حافات المياه جيداً ويتذكر الأمثال الآسيوية فيه. لين شون؟ تحية للاختيار الحلو مال قضية الأفعى والتنين. هاي وحدة. اثنين، أنا باعتقادي أنه مجلس الأمن والمجتمع الدولي بشكل عام دا ينظر إلى العراق باعتباره على وشك أن يتحول إلى مرحلة جديدة. وهذه المرحلة يا أستاذ العزيز، خلي نكون صريحين واضحين، إحنا دا نطلع من مرحلة وصاية معينة إلى وصاية أخرى جديدة. يعني العراق ومنذ رحيل داعش دا نتحول إلى الوصاية الإيرانية بشكل مباشر. طبعا إيران ذكية جدا، تحاول أن تبقي شكل النظام السياسي، نفس النظام السياسي ما قبل داعش نفسه بعد داعش، بعلاقات منفتحة مع الغرب وإلى آخره، لكن من الداخل سيطرة إيرانية كاملة. هذا الوضع لا يمكن أن يستمر بالنسبة للغرب. الغرب لا يمكن أن يبقى يلعب دور يا غرب، هذا يا غرب اللي جاي يتوسل بإيران، بس تعي اقعدوا ويانا خلينا نتفاهم دكتور الناصر. إلى حد ما نعم، إلى حد ما نعم،
اي نعم لا لها من جهة ثانية هو غير مستعد أن تبقى علاقته بالعراق والعراق دولة تابعة. يعني مثلا خلينا ننظر إلى علاقة الغرب بالنظام السوري، أو خلينا ننظر إلى علاقة الغرب بالحوثيين. هو طبعا لا يذهب إلى درجة الحرب على النظام السوري ولا الحرب على الحوثيين، لكن بالتأكيد لن الغرب يمنع شرعية الغرب الغرب شي الغرب شي يريد من هالقرار. خلينا نقول ها الغرب يريد أن يعطي تحذير مباشر لإيران ولأتباع إيران في العراق على حد سواء، أنه إحنا الانتخابات القادمة التي سوف تؤخذ كبداية لمرحلة سيطرة وهيمنة إيرانية كاملة على العراق لن تحدث بدون دفع ثمن. أكبر حالات تزوير صارت في الانتخابات 2018 صارت في كردستان، في كركوك، وفي المناطق الغربية. أقل حالات تزوير صارت في مناطق اللي تشير إلى القوى السياسية اللي يعني جغرافيتها بهاي المناطق. أستاذ أحمد، خلني نتكلم بكل صراحة عن التزوير في الانتخابات السابقة. حضرتك في المقدمة الجميلة اللي تكلمت تكلمت عن تزوير كان في عبر الأقمار الصناعية، وتكلمت عن خرق حقيقة الأمر. حقيقة الأمر التزوير الأكبر الذي حدث في الانتخابات السابقة ويحدث في كل انتخابات للأسف الشديد حتى الآن هو نجاح القوى السياسية كلها بأجمعها في تيئيس المواطن العراقي عن الذهاب إلى صندوق الانتخاب. أنت تعرف وأنا أعرف وكل الجالسين معك الآن يعرفون أنه نسبة من شارك في الانتخابات السابقة لا تتعدى 19%. ليش؟ لأنه الأحزاب السياسية عملت طوال فترة حكمها في داخل هذا النظام السياسي جيد على جعل العملية الانتخابية حكر فيما بينات. النسبة ما تهم المجتمع الدولي، ولا أكو شيء قانوني ودستوري، لا بقانون انتخابات ولا بغير شيء يمنع أو يدفع المجتمع الدولي لاتخاذ قرار حول الانتخابات حول نسبة المشاركة. هم لها علاقة. السؤال هنا محدد وباختصار، هل بالإمكان لو عاودت القوى السياسية ما فعلته في 2018 ممكن المجتمع الدولي يتحرك لإلغاء النتائج؟ المجتمع الدولي خلي نشوف الآلية مالته اللي الآن القوى السياسية مرعوبة. طبعا القوى السياسية عندما تتحدث عن المجتمع الدولي لديها صورة واحدة، صورة ما حدث في 2003 عندما أو صورة ما حدث في 91 في 90 عفوا عندما اجتمعت القوى السياسية بأكملها الكبرى الخمس الكبرى وقررت فرض عقوبات أدت إلى حرب. حتى في 2003 لم يحدث ذلك إذا تتذكر. في 2003 عجزت الولايات المتحدة عن إقناع الشركاء صح. إذا نحن أمام آلية طويلة التهديد بها هو أول خطواتها. ولكن لواقع الحال حتى أكون صريح جدا وأنا لست مع هذا النظام البائس، لكن حتى نكون صريحين جدا مع الناس، هذه الآلية إذا توقعنا بأنها ستأتي أكلها فورا بعقوبات وإجراءات وإلى آخره نحن واهمين. خلي بالك أي قرار يصدر من مجلس الأمن بشكل مباشر يتطلب موافقة الأعضاء الخمسة الكبار، عضو واحد يقول لا ما تطلع القرارات. فإذا عقوبات على العراق حتى إذا ابتدأنا من قضية الجوازات مثل ما قالت الدكتورة أو وصلنا إلى درجة الحرب العسكرية الكاملة، كل هذا يتطلب إجماع مجلس الأمن أو على الأقل عدم التصويت ضد القرار من قبل أعضاء الخمسة الكبار. واضح. فإحنا الآن أمام جمهورنا أن نوضح أمامه النقطة الأساسية الجوهر الأساسي اللي يستطيع هذا النظام البائس أن يستمر بوجوده هي سلبيتنا كعراقيين، سلبيتنا كمجتمع عراقي. هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر. خلينا نركز، خلينا نركز بهذه الرسالة دكتور بشير، رسالة واضحة من مجلس الأمن. بس يسوي مجلس الأمن؟ طلبت منا الحكومة العراقية أن يجي بهالطريقة، هاي لأول مرة أكو سابقة أن يتدخل مجلس الأمن بهذه الطريقة. ويبدو أكو نوايا هسه شبكتين للتلاعب بالانتخابات خلال شهر اللزمن، أكو نوايا لإعادة ما حصل في 2018. وأسمع الحاج أبو سراء المالكي أول بارح يقول إذا تم التلاعب بالانتخابات فإحنا رايحين لاقتتال داخلي وفوضى. زين، ومجلس الأمن عنده صلاحية، وين رايحين إحنا ورا الانتخابات؟ مساء الخير عليك وعلى الضيوف الأعزاء وباقي الإخوة المشاهدين. أنا أتحدث لماذا وصلنا إلى هذا الوضع. بالحقيقة هذا نتاج عظيم لتشرين
شلون؟ منو الداعي للانتخابات المبكرة؟ تشرين. منو حرف القانون الانتخابي؟ النواب. لا، بعد أن يئست تشرين من أن هؤلاء سينفذون الشروط التسعة لقان أو الستة، اختصرناها ستة للقانون سيء الصيت متعدد الدوائر، ماذا فعلت تشرين؟ تشرين هيئت لهم في البداية أنها ستدخل انتخابات، مما جعلهم يتخوفون فيتخبطون، تارة يذهبون إلى مواضيع التزوير الواضحة مستمرة أتعس من عام 2018 راح تصير وفي بالتأكيد راح أعطيك الدلائل أيضا زين، وتارة هم رموا بأنفسهم باتجاه مجلس الأمن سيء الصيت أيضا، لأن كل قرارات مجلس الأمن طيلة الفترة على أقل تقدير أعمارنا مثل ما قالت الدكتورة هو بنوايا. لا 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 احنا اختلف وياك وانطلق من حديثك إن اللي عاد تشرين. لا مو الدكتورة أشارت إشارة مهمة، دعنا مو الفكرة إذا ما كملها. تشرين وحكومة تشرين، ما عندنا حكومة، بس تسمح لي تسمح لي جماعة، مو جماعة النظام السياسي، صار سنتين جماعة النظام السياسي مو يقولون تشرين مؤامرة. تشرين وحكومة تشرين حتى تكمل المؤامرة ربطت وضع العراق كله بمجلس الأمن، وزير الخارجية ويدس كتاب إلى مجلس الأمن تعالوا يا مجتمع الدولي إذا صار تلاعب بالانتخابات، هم خايفين ما يجيبون شيء تشرين بالانتخابات، تعالوا حلوها إن دول القضية العراقية. أبداً. شوف صالح، أولاً تصحيح حضرتك، هذه الحكومة هي ألد أعداء تشرين، وقلناها أكثر من مرة وبحها صوتنا لأسباب المعروفة. راح تقول لي عندها مستشارين سبعة، قلت لك أنا ذولا خوانا ومن زمان وعلى هذا، وهذا الموضوع ما هي. هاي الحكومة ما لها علاقة بتشرين، بل ما لها علاقة حتى بالشعب العراقي، لها أجندة خاصة يجب أن تنفذها، وأجندة جدا خطيرة أحكيك إياها العدلة، وهي تعلم بالمجريات. أرجع لفكرتي، تشرين حينما ضغطت عليهم وأحسوا أن لا جمهور لهم ذهبوا ليرتموا بأحضان مجلس الأمن. ليش؟ لأن بلكي مجلس الأمن هذه المرة يعطيهم الشرعية. لاحظ، مجلس الأمن يبحث عن مآربه. أين اللي تشرين؟ عفوا ما فهم. لا ما يعطي الشرعية للنظام السياسي. ما عندهم أرضية؟ يعني تشرين عندها أرضية وما عندهم أرضية؟ أي ما عندهم أرضية، فلجوا لمجلس الأمن والنظام والمجتمع الدولي اللي سواهم حتى يعيدوا لهم الشرعية. صار هم كانوا متخوفين، لأن تشرين كأنما وروجوا بالإعلام رادوا انتخابات مبكرة. تشرين بتاريخ 8/9 أعلنت عن كل العراق أنهم ممانعون مقاطعون، هنا تخربط كل الديزاين عندهم، وين راح يروحون؟ هم يعلمون أنهم لا بديل لهم إلا التزوير والاقتتال ما بعد التزوير. مجلس الأمن ماذا يريد؟ يريد مثلا أن يفوز الصدريين كي يحدث اقتتال لا محالة بين المالكي والصدريين، وبالعكس مجلس الأمن ماذا يريد بالمقابل؟ أن يهب موضوع سايكس بيكو إلى تركيا كي يستقل الإقليم إلى الأبد. هذه مؤامرة عملاقة أنا أراها. إذن ما هو الحل؟ البلد ذاهب بعد الانتخابات للاقتتال الكتلي وليس الشعبي، هاي المأساة، لأنه ما حد راح يقبل يتنازل، ما عندهم غير خيار واحد للبقاء إن صح التعبير، هو الانصياع للشروط الستة لتشرين كي نذهب إلى انتخابات. طيب لا يهمنا الوقت، لا يهمنا الوقت بقدر، والدليل هل يستطيع؟ هذا حديث مو وقت هسه، خلاص أبد، هذا انتخابات 10/10 باقي لها غير 25 يوم منتهي. إذن هم ذاهبين للاقتتال، خلاص خلاص، وأنا حذرت الشعب العراقي، لذلك أنا أقول هذا سرطان. إذا ما ينتبهون اليوم لكلامك والكلام وحتى كلام الدكتورة هو واحد، ترى أنتوا وين رايحين؟ حلكم يا كتل سياسية إذا كنتم تريدون البقاء بمن هو نزير منكم، اذهبوا والتمسوا عذرا للمطالب الستة التي هي من أساس الدستور، وأن تؤجل الانتخابات لتولد إلينا وليدا طيبا أفضل. دكتور تعذرني، هذا الموضوع خلاص انتهى، زين قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وخلينا بموضوع قرار مجلس الأمن وواعية للطبقة السياسية. تدري خطورة هذا القرار شنو؟ نعم. يعني شنو يضمن لي إنه أكد هالدكتور؟ نعم. جاء يستعدون وقال لي راح أثبت لك إياها بلف طريقة ومحاولات تزوير وغيرها، قبل إذا كان الجهاز يجي واحد من شبابهم بصف السياج يرتبط بالقمر الصناعي رأساً
والأصوات المحطة تنعاف، لا بس هو عن طريق الهكر هو يدز أصوات للقمر الصناعي، ها نعم. يجوا يتطوروا أساليبهم نعم. زين واعين إذا استثمر أو استغل مجلس الأمن ما سيحدث من تزوير مفترض ورجعنا 20 سنة لورا، وين نعم. ودوجونا؟ الموضوع كالآتي، يعني ما حصل في عملية القانون الانتخابي تشكيل الحكومة، هي الحكومة نتاج لتشرين، يعني الأخ من تشرين هي نتاج لتشرين، يعني وإلا لو طبيعي اللي هو الاستحقاق في الاستحقاق انتخابية فسيد الكاظم هو رئيس الوزراء، ولا هذه حكومته ولا ذولا مستشاري مضبوط، فهذا مو استحقاق للجهات السياسية نعم. فلذلك نحن نقول بأن صراحة أكو أشياء، هناك مقدمات، النتائج تترتب على هذه المقدمات. من أول الكلام طبعا تعرف أنه تم الحديث أنه من الحكومة اللي كانت موجودة مهمتها اثنين، انه شويه تحافظ على البلد والانتخابات المبكره، ماكو غيرها، مو هكذا يفترض؟ زين. بدا الحديث عن الانتخابات بشكل تهويل، خاصه فيما يتعلق بالامن الانتخابي والقتول وكذا، وكانما نحن شاركنا في الانتخابات خاصه بعد عام 2003 في طرق معبده بالورد والنعيم والسلام. احنا كان الزرقاوي يقول سويها حمام دم وسواها حمام دم. احنا عندنا بانتخابات 2010 في ملعب الصناعه لوحده راح اكثر من 280 شهيد من عامه الجمهور، كانت ايجابيه للانتخابات. احسنت احسنت، والناس تحدت الزرقاوي وراحت انتخبت بكل صدق. احسنت، توهمت انه دول المنقذين اعداء الزرقاوي هم المنقذين وراحت وصوتت. الوضع مختلف، انه نقول من نحكي عن الانتخاب الان، نحكي عن اكو يأس وعدم مشاركه طبيعي. واكو لا اكو تهديد بالسلاح، لو تنتخبني لو لا تروح تنتخب. نعم. لو تروح تنتخبني وكافئك. طبعا هذا حصل. على فكرة على فكرة كل المراقبين بل معظمهم، إذا مرينا نتكلم بالمطلق معظمهم، إنه نسبة التزوير التي حصلت في المناطق الغربية على اعتبار بأن الحكومة المركزية مو كلش محكمة السيطرة عليه، حصل في المناطق الغربية على مستوى التزوير، هذا واحد. على مستوى التهديد بالسلاح حصل كذلك في المناطق الغربية على اعتبار بأن العشائر متسلحة، جيش صدام، سلاح جيش صدام، هذا واحد. سلاح العشائر والصحوات، أي فترة، هذا اثنين. أي فترة في كل الفترات بما فيها 2014 و2018 في كل الفترات، ناهيك عن التزوير الذي حصل في كردستان وبالذات في كركوك كذلك باعتباره عدد من المناطق المتنازع عليه، وهذا مثبت في الأمم المتحدة مثبت. لذلك نحن نقول هذه الإشارة التخويف بالسلاح حصل ما هو أفظع. هذه في احنا في ابو غريب، من من المرشحين قدر يروح لابو غريب؟ مو سلاح ها طلع كان المرشح الاخ اللي طلع حاتم سليمان، ايش قال؟ ايش قال؟ قال الدفاتر احنا مليناها، احنا مليناها، ولم ينتبه مجلس الامن، لم ينتبه مجلس الامن، ولم يتحرك احد، ولم يقول، ما حد قال انه ذولا لما ترين توصلين ها. فلذلك نحن نقول صراحة إذا كانت هناك نسبة متدنية هذا شيء طبيعي في كل البلدان، يعني هسا أكو بلد في العالم مثلا 100% بالمشاركة ما تحصل هذه المشاركة، طالما ليس لدينا من قانون يحدد السقف الأعلى للمشاركة من عدمها، فمعناته أنه أي نسبة حتى لو كانت 1% خلي تكون الانتخابات ناجحة. زين نجي هنا هذا الحال الواقع المزري اللي وصل للشعب العراقي، هذه مسؤولية من؟ هاي مسؤولية الجميع، الحديث نصل عن مسؤوليته. إذا كان هناك الحديث عن فساد وسرقة فالكل سرق، لا واحد يقول الشيعة سرقوا ولا الأكراد ما سرقوا، لا الكل سرق، وأكو سرقات عن سرقات تفرق. خو إحنا عندنا 600,000 برميل نفط يوميا تصدر، لا ندري بيها وين ولا ندري بيها وين تروح، مو صحيح؟ وبعدين أكو شخصيات صغار، شباب صغار بالعمر إلى الأمس القريب كانوا عندهم شفلات يشتغلوا بها حادلات، هسا أصبحوا مليارديرية، صح لو مضبوط؟ لذلك نحن عندما نقول هذا اليأس اللي وصلنا هي مسؤولية الجميع، مع ذلك نقول بأن ما دامت النسبة غير محددة بسقف أدنى إذا هذه مسؤول مش شرعية. إذا إحنا نريد نوصل إلى حالة، لماذا انسحبت تشرين مثل ما قال الأخ؟ لماذا انسحبت تشرين؟ طبعا قال الأحزاب ما إلها قواعد شعبية، هذا الكلام أبدا مو صحيح، هذه رسالة يريد يوصل للآخر. هو هذا هنجيب هسه عندنا عن المقدمات، مقدمات تهويل الحالة الأمنية، هذا واحد. اثنين احنا راح ننسحب لأن التزوير موجود وهم ما لهم قواعد بالتزوير، لا، منو قال التيار الصدري ما عنده قواعد جماهيرية؟ ومنو قال ما السيد الحكيم ما عنده قواعد جماهيرية؟ ومنو ما قال السيد المالكي ما عنده قواعد جماهيرية؟ بل أصغر، منو ما قال الفتح؟ لا عددهم كلهم 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 منو
ما عندهم؟ كلهم كلهم الأكراد عليهم. الأكراد منو قال ما عندهم قواعد ظاهرية؟ كلها الحلبوشي وغير إذا كلهم 19% كلهم شلع قلع. أحسن كلهم هم جاهرهم. أحسن تنحكي عن 81% واحد باز عروحهم. اسمح لي 81% هؤلاء ليسوا تشرينيين، بلا زحمة عليك، هؤلاء ليسوا بتشرينيين. أنا واحدة من الذين ما طلعت من الانتخابات الأخيرة لكني لست بتشرينية. كثير من الناس الذين عزفوا هذه نسميها المنطقة المحايدة أو الناس المحايدين مو تشرينيين. شو رحنا على جرنا نبشر على تشرين؟ أنا خلي أقول لك بس اسمح لي، أنا أقول المعادلة معكوسة. جماعة 19% القوى السياسية هي وجمهورها 19% واعية لقرار مجلس الأمن. نعم هسه هذا بس خلينا كده راح تعتبره تحذير وما تعيد أساليبها بالتزوير. خل أكمل هاي الفقرة بلا زحمة عليك. تفضل تفضل. لذلك نقول انه المعادله معكوسه. انسحاب تشرين لان تعي تماما تشرين مع احترامنا، يعني طبعا معظم الشباب هم من ارحامنا واقاربنا ما راح تحصل شيء، يعرفون ما عندهم قواعد، وهذا شيء منطقي يعني بعلم السياسه منطقي. ناس شباب زين تقول انه احنا واعين لهذه الخطوره. نعم الخطوره موجوده، هناك بعض السياسيين واعين مع العلم مع ملاحظه، وخلي هاي الملاحظه شويه عليها كواية من الدوائر الحمر، سواء حصل التزوير أم لم يحصل ستجد أصوات كثيرة من تركيا من غير تركيا من أي مكان سيطالبون مجلس الأمن بعدم الاعتراف بهذه الانتخابات ويطالبون بالوصاية، لأن يبدو البعض يحب الوصاية، وصاية الغرب يعني يبدو يحبها حتى لو كانت هذه أنزه وأنظف انتخابات، ولو بالعالم كله ماكو انتخابات نظيفة، وأقربها كانت الانتخابات الأمريكية وشفنا شلون طلعت دسائس. أولهم دكتور الناصر دريد أول من سيطالب إلغاء نتائج الانتخابات استناداً على قرار مجلس الأمن. الوصاية الغربية، لأنه إحنا نحب الوصاية الغربية يا أخي، مو بيدنا شو نسوي؟ والله اللي يحب التبعية مشكلته، إحنا عراقيين ما نحب التبعية لا الوصاية الدولية ولا إحنا نحب التبعية الدولية. على إحنا راسنا عالي العراقيين، نحكم نفسنا مثل ما حكمنا نفسنا في الوقوف ضد داعش وكسرنا ظهر داعش ومن يقف وراءها، نكسر أي وصاية دولية. والله والنعم عاد إيه، بس الأرجنتين تشيل يدها واحنا نصير السعوفة من الأرجنتين. الأرجنتين الأرجنتين وأمريكا قبل، إذا تريد أرجنتين الشيء، إذا تريد إيران تشيل إيدها، خلي أمريكا تغادر المنطقة والكل يشيل إيده. السؤال إيران أمريكا طلعت يابا أنت وين؟ لا أمريكا ما طالعة عزيزي، ودليل لا لحظة لحظة أنا جاوب دكتور الناصر. أمريكا إذا طلعت من العراق فإنها تمتلك قرار مجلس الأمن طبعا. وما تصور روسيا لو الصين يكلفون نفسهم بفيتو على مودنا يعني. لا عندهم مصالح. مصالح عندهم مصالح، فأمريكا موجودة في مجلس الأمن. أنا شو يضمن لي أتفق يجوز وياك إيران بلعت العراق؟ بس أمريكا بعدها مجلس الأمن عندها. أوكي بالعافية على شغل العراق، بس العراق أنا ما راح أعترف بنتائج انتخاباته طبعاً. هذا من يجي بدفع من الأشارة لهم دكتورة يا منال، الناشطين وغير الناشطين اللي سووا جبهة معارضة برا وما أعرف إيش، يا بترى تزوير وما تزوير وتهويل تدفع مراقبي الأمم المتحدة يكتبون تقرير للأمين العام، والأمين العام يدز المجلس الأمن، وتخيل قرار مجلس الأمن شو راح يطلع، اللي هو قرار أمريكا راح يطلع بالنتيجة. نعم استاذ حبيبي استاذ احمد، بغض النظر عن نظريات المؤامره وقصص المؤامره، دعني اقول لك فد شيء. الولايات المتحده الامريكيه غاسله ايدها من الشرق الاوسط كله. عجبنا هذا الكلام، صدقناه ما صدقناه، نزل على هوانا، لانه للاسف الشديد اكو فريق كبير جدا من العراقيين يحلم بلحظه مثل 2003 عندما جاءت امريكا وشالت نظام وجابت نظام. ولهسه حتى في تشرين أكو ناس يعيشون في هذا الوهم، وهم أن أمريكا ستأتي وتغير. أنا مو ضد هذا الوهم ولا معنى، بس أنا أقول أنه وهم. وهم غاس لأيده. لن يتحقق. غاس لأيده. هذا وهم. غاس لأيده بالضبط. غاس لأيده. عندها قاعدة عين الأسد وغاس لأيده. عندها قاعدة بلد وغاس لأيدها. واقع رسمتها وغاس لأيدها. عندها قاعدة حرير وغاس لأيدها. عندها سفارة 80 كيلومتر مربع. في نص المنطقه الخضراء 7000 موظف غاس لايتها وغاس لايتها. عندها قنصليه استاذ. اكبر قنصليه بالعالم باربيل الان وغاس لايتها. لعد لو بقيتها وسخه كان شلون قائد داعش حطتها بالعراق وغاس لايتها. لا لا هاي ما داعش انتم حطيتوها اختي، ما حطيتوها. خلينا من الجدل، هاي انتم جماعه داعش خليها. ايه استاذ احمد حبيبي، اولا تركيا جماعه داعش. امريكا اخلت قاعده السيليه في قطر، قاعدة السيدية أكبر قاعدة إلها في الشرق الأوسط كلها، مو حرير ولا المطار ولا مدري إيش. هاي واحد. اثنين
امريكا انسحبت بعد ما صرفت تريليون دولار في افغانستان، سحبت من افغانستان. اي امريكا تعلن رسميا انها في طريقها للانسحاب من الشرق الاوسط. اذا كنا ما نقرا لغه انجليزيه هاي مشكلتنا، مو مشكله امريكا. زين نقرا ونشوف التقارير الرسميه المعلنه، معلنه امريكا ستنسحب. ارجع لصلب الموضوع، تنسحب من الارض اتفق وياك يجوز. طيب بس تاثيرها مجلس الامن وعدها وعدها ترجع لايام التسعين، شلون تاثرت أمريكا قرارات تضرب تريد فعلا يعني ترجع تريد عفوا فعلاً. يائسه يعني تنسحب وتغسل ايدها يائسه، خسرت مثل ما خسرت بافغانستان تخسر بالعراق، وعندها ادوات اخرى تشتغل بها. ما خسرت بافغانستان، نعم. هي خطط افغانستان مثل الحصار الاقتصادي، مثل قضيه المقاطعه، هذه تفعل تحدث امريكا. وربما ستنجح في مجلس الامن على حمل مجلس الامن، رغم انه كما قلت لك قبل قليل وارجع واكرر، مجلس الامن ب 5 أعضاء متضاربين في الاراء. يعني سنه 2003 اعضاء حلفاء لامريكا لم يوافقوا على اعطائها الضوء الاخضر لكي تهجم على العراق، يعني المانيا فرنسا رفضت اعطاء الولايات المتحده. دكتور الناصر، حتى ايام النقاش ايام النقاش حول هذا القرار روسيا اعترضت وقالت لهم هاي سابقه، وقالت لهم نعم. هذا باكر سووا بالعراق هيك قرار على الانتخابات، باكر سووا بليبيا، باكر سووا باليمن، باكر سووا بغير مكان، الصين ايضا كان عندها نوع من الاعتراض، لكن بالنتيجه القرار مشى. طبعا تخفف من لهجته، كان قرار قاسي جدا. اي قرار بدنا نحكي عليه هسه؟ قرار الاشراف والمراقبه وتقديم تقرير. نعم. تقديم تقرير للمجلس الامن حول الانتخابات خلال 30 يوم. نعم طبعا. زين وانا قلت لك هذه بها بروسيجرز واليات طويله المدى. يعني لما الصين وروسيا والبقيه يوافقون لامريكا على هذا البروسيجر، اكو هناك اليات قد تاخذ شهور وشهور وقد لا تصل الى نتيجه، قد توصل الى نتيجه التصويت ويختلف كل شيء في لحظه. اريد افترض اريد افترض مع 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 افتراضي انه القوى السياسيه ستقوم بنفس اليات التزوير اللي سويتها بال 18، وافترض ان المراقبين كانوا في اماكن وشافوا هذا التزوير، وافترض انه ارسلوا تقرير سلبي للامين العام للمتحده، وافترض انه الامين وصل الرساله لمجلس الامن، وافترض انه مجلس الامن اقتنع برساله الامين العام والغى نتائج الانتخابات. وراها شنو؟ وراها شنو يعني؟ هذا افتراضي. لا الحقيقة أنا بالنسبة لي، أنا آسف أنا لست قانون، أنا رجل سياسة، لكن لا أعتقد بأنه هناك قرار اسمه إلغاء نتائج الانتخابات. هناك قرار يطلع ربما بمقاطعة النظام، عفوا لا لا عفوا إذا اسمح لي، إذا مشت هذا السياقات اللي حكيت، هذا السيناريو إذا مشت، هل لمجلس الحق لمجلس الأمن الحق وفق هذا القرار عدم الاعتراف بالانتخابات؟ عدم لديه الاعتراف. الحق طبعا، لديه الحق. وهذا وين راح يودينا؟ هذا يودينا إلى عملية اقتتال، يعني إنهاء العراق تماما صراحة، انهاء العراق. شرعيه دوليه، الشرعيه الدوليه طبعا تنتهي، ياثر على النظام، مجرد انتخابات. نعم. ياثر على شرعيه النظام ككل. اي كل سواء قلت لك سواء حصل الانتخاب ام لم يحصل، سترى هذا السيناريو هو الاوفر حظا. انت ليش تعرضه دكتور بشير وانت من الناس اللي تريد تقتلع النظام وجذور النظام؟ لا لا، اللي يفكر بالعراق ما يسوي هيك. نسيت ومع احتراماتي لغير قانوني اطلاقا، رغم انه تخصص قالت لو كان الحضور 1% فيها شرعية. هذا وهم كبير. الشرعية هي من تعطي القانونية، والقانونية لا تعطي الشرعية، والدليل أشبه بالرضا. هذا دفتر دين وبيعك هاي الجداحة 50 ورقة، قانونا يمشي لكن شرعا ما يمشي. خل نعبر هاي النقطة. زين ركزت على النقطة السابقة بها. إذا هذا السيناريو تشرين تطلع السيناريو خلنا تغيرون إذا هذا السيناريو اللي يبنى على أساس قرار مجلس الأمن هذا راح يودي إلى تغيير. مو إحنا أستاذ أحمد، خلنا أقول لك طلعتوا تغيرون نظام. إحنا ماكو شيء ما مخلي له الحل البديل. اسألني الأهم، لنفرض أن السيناريو قائم بعد أن تورطت هذه الكتل وذهبت إلى مجلس الأمن بعد أن أحست بالنهاية المطلقة، ليش ما يسمعون شعبهم؟ راح تقول لي قضاء وقد لا، اليوم يقدر يجتمع مجلس النواب ويقرر الانصات للشروط الستة، واثبت لك، خل اكمل لك، اثبت لك انه تصير المشاركة 90% فقط، تطبيق شروط هي من اصل الدستور.
90% لا يستطيع مجلس الأمن أن لا يعطيك الشرعية هذه المرة. أنت ركزت لكن... نسمح ركزت لينا نعم. ركزت لي كلام نعم. صارت الانتخابات أو ما صارت، صار بها تزوير أو ما صار، أكو نية لتنفيذ هذا السيناريو حسب قناعة الدكتورة؟ موقف النية إيه؟ عدم الاعتراف أن يتفاعل مجلس الأمن. وإحنا إحنا إحنا سلمنا رقبتنا لمجلس الأمن، ما خليها بعدها، ما سلمت عندي 20 يوم. غدا مجلس النواب يعقد اجتماع. شيلي واقع دكتور، ليش مو واقع؟ ليش مجلس النواب يجتمع وخلي يمشي القانون، ما عندنا مشكلة. ينفذ الشروط الستة حتى احنا المقاطعين ما تبقى حجة علينا. تتأجل الانتخابات لحد ما يكمل القانون، ما له علاقة ايهما افضل، ان تتأجل الانتخابات ام ان يضيع بلد لانهم ضيعوا في السابق. هاي مأساة. انا اريدك تصل افضل ما ان لا تصل. لا ليش فضل ما هذا المخطط حكيته بالكتب بعد. ليش يضيع بلد؟ يشاركون 20% اللي يمثلون القوى السياسية. والله اسمح لي اسمح لي اسمح بس خليني اكمل الفكرة. يشاركون 20% مثل القوى السياسية، زين؟ واللي ما يشارك شو اسوي لك عمي؟ ما عندك جمهور، ما مدبر امورك، فقدت الشرع، تشرين فقاعة وراحت، فقدت الشرع. ما عندي ما نور المالكي. السيد نور المالكي من قال في قناة الشرقية لو كانت المشاركة أقل من 20 فسنفقد الشرعية. هذه إشارة واضحة واضحة. هذا الرجل كان رئيس وزراء العراق، مو حكي إنشائي. أنا من هسه أقول لك المشاركة ما راح تعبر 6%. إذا إحنا ذاهبين باتجاه المسار وعندنا دراسات ليه 6%. حتى أستاذ أحمد أريد الجمهور العراقي يستفاد من هاي القاعدة. شوف اللي جاي طلبه مو تعجيزي، مجلس الأمن مجلس النواب العراقي يجتمع فقط، يأجلها تعرف إيش قد؟ شهر واحد لتنفيذ الشروط الستة. أنت تطلع تقول لي تعال يا الحشيمي ليش ما رحت انتخابات؟ هنا من يصير مشاركة أكثر من 80% من الشعب العراقي، أبو مجلس الأمن ما يقدر يتحدى إرادة الشعب. زين. لاحظ هذا الفرق. زين دكتور بشير، ايش قد افترضت افتراضات أنا بهاي الحلقة؟ هذا الافتراض مستحيل افترضه. ما موضوع انه انتخابات يعني هو الحل الوحيد. لا لا مستحيل افترضه ما دامت الانتخابات قائمة استاذ احمد وصايرة. إذن البلد بحلق الحية بناء على مقدمتك، وراح يصير الموضوع مع احتراماتي للمسامع اشبه بنطار العقروق. العقروق الليل كله ينطر يجي الفجر ينام تاكل الحيه. احنا شو نريد؟ ليش 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 ليش؟ لانه منتهيه من محسومه تدخل مجلس الامن في هذا الموضوع. لا معناها لا لا الخيارات اصبحت لا 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 قليله. لا الناس عندهم جمهور وراح يروح جمهورهم 20%. ما ولا اسمح اسمح لي يا بس خلك يا قلب يا عندهم جمهور، عندهم جمهور وراح يروحوا الانتخابات ومجلس جمهور. الامن ومراقبيه والامم المتحده ومراقبيها راح يشوفون انتخابات نوعا ما والله زينه زينه وتمشي عليك. الامور وين رايحين اقتصاد ويقعدون شهر واحد يتفاهمون على الحكومه وتمشي الامور. اسالك سؤال هذا الجمهور اللي هو 18.7% اللي دخل ب 2018 بربك انت بربك لا تحلفني الا حلفك اليوم. هذا باقي الجمهور لو قل وشاف ذولا مأساة زاد. هذه مغالطات، عايشين البلد متدمر. زاد ليش زاد؟ لان حجم التحديات اللي صار. على فكره انت تعرف يعني الناخب يتاثر مره بالحاله الاقتصاديه، مره بالحاله السياسيه، مره بالحاله العاطفيه. صارت الحاله الاقتصاديه ست البركه بيكم بينا جينا علاقه فشلتوا 18 سنه البركه بيكم 18 سنه تبدون ذبوب راس الشباب. ما حد زيد من الحكومات الاستحقاق الانتخابي زيد الدولار حكومتكم هاي زين عني يا حكومه عفوا لذلك عفوا انتوا زيتوا ما عندنا حكومه عفوا ما عندنا يا حكومه يا حكومه الله يخليك حكومتي عمي حكومتي جاي تعسي على حكومتي انا صار انا رئيس وزراء ما تقصد الا رئيس وزراء زين. هذا الذي حصل بالساحه بالوقت الحالي انه خاصه حاله التحدي اللي صارت بالوقت الحالي ما بين داعش والناس والضحايا، ولاحظنا احنا شفنا اكو مد جماهيري اكثر من المد الذي زحف لسحق داعش. اكو دول نفسهم راح يشاركوا بالانتخابات وبقوه على فكره. ليش؟ لان يعني التحدي وصل عندهم حد. هذا واحد. ناهيك عن الجمهور اللي يصلي اصلا هو مؤدلج، يعني مثلا التيار الصدري حزب لديه جمهور، دوله القانون حزب لديها جمهور، سيد عمار الحكيم حزب لديه جمهور، وكل الاخوه الموجودين لديهم جمهور. هذا واهم اللي يريد ما يشوف الحقيقه. هذا مو انسان واقعي في عمليه الدراسه، حتى في الدراسه والتحليلات العقليه والعلميه والسياسيه بالذات لازم ناخذ الامور الصراعات بين كل هالاطراف اللي اشرتي لها. هذا ستدفع
ستدفع هذه الأطراف لاستخدام شتى السبل هذا الشرعية وغير هذا الشرعية هذا شيء أستاذ أحمد راح يجول التزوير أكو مراقبين دوليين عندنا يابت جماعة زورة يابت اللي غنتاش اسمح لي خلي أقول لك فشي على العكس من ذلك هذا تقول النزاعات ما بين الكتل السياسية والأحزاب السياسية سيدفع جمهورها إلى التنافس راح يطلعون بقوة طبعا على فكرة وهذا حاصل ما تحكي كسته تحليل هذا أحكي لك من واقع معلومات دا يتنافسون بيناتهم اكو جمهور دا يحفزوه وراح يطلعون ينتخبون اما انه القول بانه 20% ما يستوجب الشرعيه احنا ما عندنا قانون حق السعر مو هذا ركز تركيا. على موضوع التزوير والتذكرين تذكرين اللي صار بسنجار بانتخابات 2018 مثال صغير صار بسنجار محطه بيها خلينا نقول مثلا 100 ناخب لازم يجي يصور او 100 ناخب جاي خلوا بها 250 صوت زين مو بس محطه اخرى خلوا بها 300 عزيزي الان حاتم الان حرقوا اصوات سنجار كلها حاتم سليمان طلع ما ادري ما تتكرر هاي العمليه مره اخرى اسمح لي حاتم سليمان طلع قال اني 5000 صوت احنا دفاتر قسمناها بيناتنا ومليناها احنا بايدنا شلون ما فزت اني قالها لو ما قالها الرجال حاتم سليمان فإذا إحنا من نريد نتحدث هذا المتحدث بواقعية راح تقول لي إنه بهذا الوقت أكو هناك تهيب مثلا عملية إنه التهيئ ترى راح تلزم عليكم أكو من يريد يزور أكو استعداد أكو مؤشرات صارت بس اسمح لي أكو من يريد يزور أكو لكن راح تقول لي هل مقدارها راح يصير كلش عالي بحيث مثلا أخلي المجتمع الدولي وصاية علي لا من اللي راح ينادي هاي الأصوات اللي راح تطلع ليش خايف من قرار مجلس الأمن نعم بعد ليش خايفه من قرار مجلس الامن؟ ماكو انتخابات نزيهه، الانتخابات الامريكيه مو نزيهه، الانتخابات التركيه مو نزيهه، كل الانتخابات العالم مو نزيهه. لو انتخابات نزيهه ماكو انتخابات 100% ماكو عذر لمجلس الامن او للمراقبين يدزون تقرير سلبي لمجلس الامن. نعم. لو انتخابات مو نزيهه ويدزون. بس اسمح لي خليني اقول لك، الانتخابات التي تحدث بعد هناك تزوير ولكنه تزوير نسميه فاحشا. هناك تزوير بسيطا مثل ما صار بال 2018 هناك التزوير الفاحش هذا يكون واضح بعد العيان لا تتوقع بهاي الانتخابات راح يصير فاحش لا تتوقع مره اخرى اذا ما لا تتوقع. ليش خايفه من قرار مجلس الامن خايفه إرادة الحكومه خايفه من لا لا إرادة الحكومه اشراف دولي على الانتخابات مراقبه لا مو اشراف مراقبه من بعيد مراقبه رادوا اشراف من مجلس الامن خل اقول لك فشيء انا ما خايفه تعرف ليش خايفه من القرار لان هناك اصوات احنا بعدنا منتخبات قبل شهرين الحكي هناك من الاصوات اللي قال احنا من المتظاهرين نحن نطالب من الان هاي الانتخابات ما نعترف هذا الحكي قبل شهرين ما نعترف بها في جلسه ما نعترف بها لي قدام وراح نطالب مجلس الامن يعلن الوصايه هاي قبل الانتخابات فنحن ما ادري هسه بعد ما اعرف لا حكومه مو احنا يعني انا اكاديميه تاخرت على نعم احنا نقول احنا من شنو خايفين قرار مجلس الامن شو يقول مو بس اشراف يقول شوف اشراف ماشي شو يقول مشورة كل مشورة بشنو تصير كل مشورة مقبولة بعد خذ تشاورني أقبل بها ما أقبل براحتي زين إسناد هذا شو يحتمل واقع فعلي عملياتي زين دعم شو هذا شو يصير دعم بالقول وبالفعل زين هناك النوب شو يصير بعد مساندة يعني أنت وين متجه أنا ساندك فالأصوات اللي راح تطلع تتجه تقول أنا أريد الوصاية وهاي ما أعترف بها راح تجد هناك من يساندها هاي هنا خطورة القرار يقول لي مشاورة مساندة دعم مساعدة للزورون سووا انتخابات وإن كان لم يكن هناك تزويرا انتخابات نزيهة وش حد مجلس الأمن مجلس الأمن أقول لك عزيزي مجلس الأمن بس اسمح لي خلطك هاي وانتقل حصل التزوير أم لا يحصل ستجد هذا السيناريو إن شاء الله بهمة العراقيين لدفعه خليني أقول لك فشي واحد اثنين مجلس الأمن ليست جهة قضائية مجلس الأمن جهة سياسية تمثل مصالح الدول الكبرى اثنين ما حصل في كل مصايب العراق أقدر أستند وأقول أن القوى السياسية الحالية على قناعة بأنه نظامهم السياسي بدأ ينهار نعم ويقدمون مقدمات لا أبدا هاي مقدمات للنظام السياسي أبدا أستاذ أحمد أبدا هسه تلاحظت لاحظت على دكتور الناصر تفضل اعطيني مداخلاتك او مداخلتك حول كل ما جرى قلت لك هذا السيناريو المجتمع الدولي وليس مشتري الاحزاب قلت لك سندفعه بهمه العراقيين تفضل حبيبي استاذ احمد الظاهر لازم اكون ببغداد يلا اخذ حقي بالنقاش يعني اي مسافه وين انا اوصلك لاسطنبول خلي يجي ببغداد يشرفنا هنا يشرفنا ببغداد تفضل تفضل ايه شرفكم زين استاذ احمد حبيبي مشكله البرنامج هذا انه دا يركز
نفس العقدة القديمة اللي أنا ضدها باستمرار، وهي أنه فكرة الدور والعامل الخارجي في التغيير. يعني هذه بالنتيجة هي الفكرة اللي تدور عليها كل الكلام. الخائفين من التغيير اللي يجي من الخارج، والمؤمنين بالتغيير اللي يجي من الخارج. أنا أقول لك الآن وأتحدى الآن عبر برنامجه، أي كانت الملاحظات على الانتخابات القادمة سلبية، مهما كانت سلبية، مهما كان حجم الغش، مهما كان حجم التزوير، لن يتدخل المجتمع الدولي بشكل يطيح بالنظام السياسي أو بالانتخابات. دعني أقول لك إياها مهما كان، مو لأنه أنا عندي معلومات أو إلى آخره، لأني أرى تماماً أنه هناك تقاعس دولي عن ملاحقة مواضيع الشرق الأوسط بشكل عام. أها. الشرق الأوسط لم يعد في أولويات أحد. يعني هذا كلامك رسالة اطمئنان للقوى السياسية اللي ناوية تزور، زوروا براحتكم، أخذوا راحتكم، مجتمع الدولي غير منتبه، هذا قرار مجلس الأمن، خلي بلو يشربوا ميتوا مثل ما يقول المصريين. أستاذي العزيز، القوى السياسية ستزور سواء قالها ناصر دريد أو لا. من الذي يقف ضد القوى السياسية والتزوير؟ طرف واحد فقط هو يستطيع إيقاف التزوير، وهو ويستطيع تغيير هذا النظام برمته إذا شاء. هذا الطرف اللي هو مؤيد بأكمله لتشريد لما صارت، اللي اكتفى بالجلوس في البيوت وإعلان تأييده عبر شاشات التلفزيون والبكاء على شباب تشرين، هذا الطرف إذا نزل للأرض هو من سيستطيع أن يغير، لا أمريكا ولا إيران ولا تركيا ولا أي طرف آخر يستطيع منع هذا الطرف من الحركة إذا تحرك. والطرف الدولي وكل الأطراف الدولية لن يفعلوا شيئا لشعب جالس. المحايدون ليس تشرينيون، هذه هي النقطة الأساسية. هذا الطرف هذا الطرف قصده، هذا الطرف مدني ليبرالي، وأريد أتفق وياك وأقول هو وجدان تشرين. الشعب 80% مؤمن بتشرين وما طلع يجوز يراقب للبيت. زين، عنده انتخابات ورجال هو يؤمن بالدولة ويريد وطن، وعنده انتخابات مشرف عليها مجلس الأمن والأمم المتحدة، يخليه يطلع يروح للانتخابات ويغير. ما شاء الله 3500 مرشح عندنا، القوى السياسية الحالية ايش قد عندها؟ 200-300 مرشح. أستاذ أحمد، دعني أكون صريح معك تماماً وأتكلم الآن من الصراحة، والأستاذ الدكتور بشير موجود أمامي وله أن يعارضني أو يتفق معي. إحنا كقوى تشرين فعلية مؤيدين ومؤمنين لحد الآن لم نستعد حقيقة لإعطاء بديل حقيقي لهذا النظام البائس اللي يحكمنا للأسف الشديد. نحن سبب أساسي لبقاء هذا النظام. خلاص، نحن سبب أساسي لبقاء هذا النوع من الجعجعات والشعارات. إذن خلوا هذا النظام، خلوا هذا النظام مهما كان السوء الليبي، إذا ما عندكم بديل خلوه لحد ما هو البديل يفرز نفسه. خلوه يعني الأمم ما تنبني بعشرة وعشرين سنة. هي المصيبة، هو باقي. المصيبة إنه هذا النظام باقي لأنه إحنا ساكتين، مهما تكلمنا لن يتحرك أحد ولن يحدث ولن يسقط هذا النظام. نقول عند 90% من الناس، أغلب الناس اللي عندك، يجب أن لا نسكت أكثر من ذلك. خليج أول مرة البغداد وبعدين نحرك الجمهور. حقوقنا أكثر من ذلك، حقوق الشباب والدماء اللي أهدرت بالشوارع على الأقل من أجل الناس اللي ضحت، من أجل الشباب بعمر أولادي نزلوا للساحات وسووا اللي ما قدرت أسويه، ولا أنت ولا كل اللي قاعدين معك بالاستوديو الآن. لا، إحنا دفعنا دماء ضد داعش، إحنا دفعنا، سوينا الأكثر من هذا، دزينا ولدنا واخواننا. نعم، واولاد اخواننا ومعوقين وشهداء عندنا ترسوا النجف. نعم، احنا دفعنا الداعش، شبابنا اللي دفعوا الداعش. اي ولدنا ذولا اخو وش اسمه تشرين، هم بالاصل من الحشد. اي ولدنا ذولا دفعوا، هم القاده اللي وضعوا جيوبهم الفلوس، واللي وضعوا ماكو قاده بالداعش بالحشد حق فلوس. خليني اشكرك دكتور ناصر دريد الكاتب والباحث في الشان السياسي، كنت معي من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. دكتور بشير الحجيمي الناشط المدني، شكرا جزيلا لك. ايش راح يصير بعد الانتخابات؟ جمله واحده، ستتقاتل الكتل السياسيه فيما بينها والى جهنم وبئس المصير. شو يصير بعد الانتخابات دكتور؟ ان شاء الله بعزم اللي كسروا ظهر داعش يكسروا ظهر كل هذه المؤامره، سواء كانت لمجلس الامن او غيره، وسترى ذلك باذن الله تعالى. دكتوره منال فنجان استاذه القانون الدولي المقارن، شكرا جزيلا لك. حياكم الله. شكرا لكم، نشوفكم باكر ان شاء الله.